كثافه الشمس هي حاله اسعافيه مهدده للحياه ناتجه عن التعرض لمصدر حراره لفتره طويله مثل اشعه الشمس او القيام بجهد شاق اثناء فتره الحر. الاعراض التي تحدث للمريض ارتفاع في درجه الحراره يصاحبها احمرار بالجلد مع جفاف او رطوبه، الشعور بالغثيان او التقيؤ، الشعور بالدوار او الاغماء، والشعور بالضعف العام، ممكن نوبات تشنج. الإسعافات الأولية اللي راح نقدمها، أول شيء الاتصال بالإسعاف فوراً، ثاني شيء راح ننقل المريض إلى مكان مظلل بعيد عن أشعة الشمس أو مكان بارد، راح ننزع عنه أي ملابس غير ضرورية وراح نبرد جسمه بأي طريقة ممكنة، ممكن وضع كمادات ماء باردة أو وضعه في ماء بارد حتى عنقه. إذا كان واعي راح نعطيه سوائل عن طريق الفم، وإذا فقد الوعي راح نقوم بعملية انعاش القلب الرئوي حتى وصول الإسعاف.